مش يسمع الاغاني بتاعت نورة عشان نورة اصلا متندم. بص بقى يا حبايبي، فكره التحدي مودي اللي قايل عليها انا وهي ايه؟ في هنا اتنين كده، كل واحد فينا هياخد واحد. حظك بقى. بص بقى انا جاي والله، انا ما بخش نوره في تحدي بالحظ والله العظيم. بتشفي بوش تراب. طلع له يا حبايبي برضه العقوبات والخساره، طلع له 10 دقائق هو مثلا يعني، وانا طلع لي دقيقتين، كل واحد هياكل، واللي هيكسب الاول اللي هيخلص الاول وقت التاني هيقف. مثلا هي هتيجي دلوقتي تختار، هتقول لك مثلا عايز كريب، عايز كذا، عايز كذا، وهتعمل عجله الحظ، طلع لها دقيقه خلاص تاكل فيها براحتها، وانا طلع لي 15 ثانيه اكل فيها براحتي، واللي يخلص الاول يبقى هو الكسبان. مالناش علاقه بقى انت بدقيقتين ولا بثلاث، ابتدى كان معاه دقيقه وانا اكلته ب 15 ثانيه، نصيبي واسمتي يلا الحلوه ضيعيني. احنا اللي هنختار الاول، هناكل الكريب. اول حاجه ناكل الكريم. أوه. انت جاحده قوي. رجعنا من بين ايدك ان شاء الله. دقيقتين لسه لسه. دقيقتين اعمل الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بيقرمش. طب اسعارك؟ طب اي حاجه ترخمك؟ طيب قول له ده ب 1000 جنيه الا نص يعني 500 عشان هي تخلصها. هتعمله نص؟ 500 500 جنيه. بالواحد ولا النص؟ بالواحد 500 جنيه، مع ان انا المفروض انا هاخد بالنص عشان تعرف ان انا حقاني، بس انا ما رضيتش عشان تعرفوا ان انا راجل حقاني. 500 هنا 200 هنا 100 هنا 200 هنا 100 هنا الطاجن بالكامل ب 1000 جنيه عشان نور. ده مطرعة ده استلبس على مش عارف ايه قيمه الكو ده. بس بقول لك يا نوره، انا هدوسك هدوسك. طب ما فيش اي هدوسك. بقول لك هدوسك. ده انت ايه؟ لا حول ولا قوه. اللي انت عاملاه في شعرك ده، ده قصه الكوره الجديد. مفيش مكان ندخل ميه، مفيش يعني بنتي، مفيش مكان، احنا عارفين هنا هتبلعي ايه وتزلطي ايه. انت يا حاجه هنا بقى الهاديه. بص 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 العوده من بعيد، وهوبا حته موتزاريلا كم ايه ده. منظر بشع بشع. الهي ربنا ما يخليكوا تشوفوا اللي انا شايفه دلوقتي. كاتبين له انت متخيل ان انت تاكل نفس اكلي؟ السندوتش ب 200 جنيه اللي انت بتقول عليه؟ ما تتوهش، انت عارف ده معناه ايه؟ تمام. والله العظيم صعب قوي يا محمود، ورحمه بابا صعب قوي. بس انت ده انت بتنسفتي امي. عايز اقول لك ان انا ده قعدني اسبوع مش عايزه اكل تاني. الحمد لله يا نانا. عرفت انا بتخن من ايه؟ من الهوا. كل يوم زلط 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 زلط. خش يا باشا. بسم الله. بص عامله 500 جنيه مرتاح. لا اله الا الله. كام يا حبيبتي؟ ناسين. لا ايه ده؟ اقري كده. ناسين. مكتوبه ناسين؟ ها تمام. ناسين. يا ست انت سامعاني. لا شيء. الله. جاهزين؟ خمس دقايق. يا رب 15 سنة. خمس دقايق، 15 سنة هتزيد زلط الله. يا رب. 30 ثانية. 30 ثانية حلوين. 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 دقيقة ونص. معلش دقيقة ونص. 30 ثانية دقيقة ونص. حلوين. دقيقة ونص يا ماما. يا لهوي يا حبيبي يا رب يا حبيبي يا حبيبي. ده كان ب 500 مش ب 1000 يا حبيبي. انت اللي قلت 1000 جنيه. معلش. اقعد بقى دندن. الله ده حلو قوي. المهم ان انا قلت له نعملها بالنص يا محمود. نعمل السندوتشات كله زق 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 زق. والله العظيم فيني كنت. حته نعمه غرام غرام غرام. صح انت ما حلو؟ ايوه ايوه.
اختار بس عقابك بس يلا حلمك. يلا بس صلي على النبي في قلبك. خش بس لجوه خش. لا خش لجوه. عاوزين يعني الكريب قالوا احسن واحده بتعمل كريب حبايه. هنعمل فكره التحدي ان اللي يخسر اللي جنبه هو اللي يحدد الاكل بتاع الدور اللي بعده. اقسم بالله انا هنفذ العقاب ده بحذافيره والله العظيم. سيب ربع الجوله كامله لخصمك خديها كلها انا ما خدتش حاجه. بعدها طب انا المفروض انا اللي اختار. اختار هاكل الكبده. اما انا اللي هاكل ده انا بقى. لا اله الا الله لا اله الا الله. مش انت اخترت كده؟ على فكره التحدي ده بايظ. وانت نيتك مش صافيه من ناحيتك. بص وشك اسود ازاي. يلا 30 ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتو 1 ولا قطمتين؟ اقسم بالله غرورك ده هيوديك في داهيه. انا حبيبتي بعتمد على الصعوبه. ايوه اللي ان شاء الله الرحمن تشبعي تخسري في الجوله المهمه. بعيني ايه ده انت ناس تشفطيني. تقول لكم ما اخشش معاها حاجات بحظ. تقول لكم ما اخش معاها حاجات بحظ. دي بتلعبني طاوله بتجيب ستات بتجيب اربعات بتجيب خمسات من اول لاعب بوم خمسه بوم ست. والله العظيم اتحبست فيا يا عمو. قلت بتتحس دي ده انت ضربه معاك الحظ بطريقه اللذين. بطلت مش عايز العيب والله. اول دش دش ايه ده دورجي ايه ده يعني ايه دورجي يعني مين يعني دورجي الدورجي بتاعك اللي هو اربعه نار يا حبيبي. يلا اختي على فكره انت بتنامي مننا التحدي بينام مني. انا عارف 150 جنيه ماشي اي حاجة على السندوتشات طالما هو قال 500 دوس اي حاجة ب 500 جنيه ما عدا ده ب 1000 والبيبسي اتفتحت هتبقى على مدار الجولات. انا عارفة ان في حبايب كتير منهم حبيبة قلبي حقك عليا اقسم بالله. انا الدكتور كاتب لي اوميجا بسبب ان انا بقيت انسى نسيان نضيف طبيعي. قالت لي يا نونا انا خايفه عليكي وكده وبطلي بيبسي وعشان غلط بيبسي الدايت حقك عليا والله. يعني حاولت اشرب حاجه بدلها بس مش عارفه بس هحاول حاضر. حتى لما بشرب سيفن بحس ان هو مش بيمون. والسيفن ما بعرفش اشرب كنز لازم تبقى الازازه اللي انتوا شفتوها اللي هي الهضبه دي. يا رب لا شيء يا رب يا رب لا شيء صفي النيه. لا ما تبصش والله ما ببصش ما حد يقدر يجيب حظك. محمود لم نفسك بقى. اها 30 جنيه 300 جنيه يا نهار ابيض ابتدت تلعب معاه. ان شاء الله تلعب بعيني كده بعيده وما تجيش عني. اصعب حاجه بالنسبه لي مش هقولها. اصعب حب ميكروبز. خش عليه اصحى معايا خش عليه. قلت لي البلاك اوعى النبي والله لا خش عليه انت مش بتتري. هو ده 15 ان شاء الله 3 2 1 بس بتبربش ايه غلبان يا عيني بنتي يتيمه برضه يا حرام على الفاديش يا ام عسل عسل راح على العقاب اكس اكس. قلت لك بلاك بكرو قلت لك تخش فلوس من النعيم مش هتقدر تخش فلوس من النعيم. بالله عليكم تدعوا لاستاذ ناصر. اه هو ما يعرفش هو مش عارف ان احنا عندنا قناه اصلا بس مش شخصيات المحترمه. ربنا يشفيه ربنا يشفيه عشان هو كان بيعمل الريسيفر لحد وكده والدش وقع دش الدش الدش والله بجد وقع من الدور السادس. ربنا يشفيه على خير يا رب. هاتي يا بابايا ازاي ده عقاب وانا مالي
خد من خصمك 400 جنيه حبيبتي، ده مش عقاب، ده في الحاجات الكويسه. ده عقاب مضايقني. لا يا ماما بص بص يا لخبطت العقابات على الحاجات الحلوه يا عم اتكل على الله. خد يا ماما عقاب. حقوق المراه يا عم خد عقاب. بتزغطني؟ بتديني بالنار؟ خد عقاب يا ماما، والله العظيم وقعت قلب. ايه دخل كاكا كاكا اصلا من اللي احنا فيه؟ يلا يلا طلع عقاب بس. ايه بقى سيب دورك الجاي؟ انا هسالك سؤال يعني. انت هتلعب دورين ورا بعض؟ اه وانت هتلعب بقى تاخد فلوسين ورا بعض، وانا مش هاخد دور فلوس. يعني احنا كده مين اللي ابتدى؟ انا انت انا انت انا كده صح؟ ماشي ماشي ماشي. في زمان اقسم بالله العظيم ما بهزر. انا انت انت انا مين الحمر فينا؟ انا طب انا بنتي انت انا مين العسل فينا؟ انا مين اللي نزل الدنيا الاول؟ مين اللي حضنه في يوم هيأول؟ مين السقف واحد واحد بس الرب واحد واحد وبنعمل على بعض. لا اخرج حمام بقى ما تعملش على الرب كده، تعودوا انتوا كبار بقى. انا شفت واحد وتيجي في اخر الاغنيه تنسى نعمل على بعض استغفر الله العظيم زروطه في كل مكان. معلمين الحمام ازاي؟ والله الاغنيه كانت بتقول حاجه. كانت بتقول بنعمل على بعض الحمام يعني، ولا بنعمل ايه بالظبط؟ يعني اذا كان بدايتها مين الحمار فينا او واحد بتقول انا فرحانه يعني. او مين العسل وانا اللي كنت. لا انا كل واحد بيبص على لهم كل نهار. ايوه ايوه كانت العسل وانا واختي اقول لها انا انت انت انا مين الحمار فينا؟ تقول لي انت؟ اقول لها صح. طب يلا هنشوف مين الحمار فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب والله لا هسمعكم الاغنيه. لا والله والله انت كمان لا والله ابدا بس يلا عبيط انت شيء. هلا حطيت لي 15 15 فوق بعض. ان شاء الله يا رب ما تكسبهم ولا تربحهم. خليك هيقفوا في زرق والله الاخر تنتوفه زي ما قلت لي. ها 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 او اي او 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 كك ضربة في دراعك يا بعيد. انت بتمد ايدك عليا يا رمضان. ده ايه اللي استحلى التحدي وعمال يمد ايده؟ قلت اول مرة بيهزر، تاني مرة ايدك جمدت يا رمضان، ايدك جمدت، غل قلبك طلع على وشك. وبتضربني قدام الناس عشان حقوق المرأة؟ ما دي حاجة بحب اقربك فيها. ايه؟ هو في فتفيتة هتنعش الدنيا. انت بت غمض عينك. غمض عينك. يلا مد ايديك. جربوا البيكروزي مع البيبسي. خليكم ترجعوا مرتاح. كذاب ده احلى اكله في الدنيا. خد من خصمك 400 جنيه. لا انت بصيت. ماشي. يلا كل الاثنين دبوس بألف هنا وشفا على قلبك. يا حبيبي ما فيش جلطه بتترمي. سيب المكرونه. الحمد لله. يلا حبيبي الهنا والشفا على قلبك. بطلي حقدك اللي بيبان على وشك. دقيقة. ياه على المتعة. المرة الجاية بقى تبقى موجي يصلح الموبايل التاني. أو فارس نايم وناخد التاب ونقول الأسماء. عارفه هتنزل انت تعمل التحليل ازاي؟ ده التحليل هيضرب. اضرب. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ناسين رب والله العظيم رب والله ربنا ربنا ما بيرضاش بالظلم. خدت 1000 جنيه برضه. ماشي. عارف انت ايه؟ يا لهوي على غير اللي بيبان في عيني. كمان. كمان كمان احرقها كمان احرقها. ساعة ونص يلا حبيبي.
بجيب معلقه يعني. 3 2 1 خش هتجيبي حبيبتي. خش خش حلوه. انت بوظتها لي ليه النور كده؟ انت ضيعت الوش وبهدلتيها خالص. حرام عليكم يا سوسه يا سوسه. تتجوزي واحده فاهماك بالذات لو بتعمل معاها تحديات. اه الجو حر. ايه هو انت داخل على ال 30 سنه دول مع حد تاني؟ عندك حاجه تانية بيهم؟ نزفت الطاجن. الطاجن ده مش هنغسله، هنعلقه على طول في النيل. مفيش مكرونه. ها ها وقعت واحده. وقعت واحده يا رب. لسه واحدة في بقك هتقع هتقع. ها انت بتحط ورق والله اهو اهو طلع لا شيء. والله العظيم لا شيء بتعمل. والله العظيم موجود. طيب في اتنين لا شيء طلعوا اهو اهو. انا واخد اتنين لا شيء ماشي اهو. وانت لا شيء. اللهم صل على النبي. ان ربك رب المرصاد ما بيرضاش. والله العظيم ربنا كلمه بخ ما بتقعدش. افهمكم يعني ايه يا حبايبي؟ يعني ايه يا حبايبي؟ هقول استنى يا مامي في ايه؟ بشوف الطاجن هيتاجر ازاي؟ يعني اللي هيقول كلمه على حد في يوم من الايام هتلف الدنيا وهتتردد. انت بتلف جوه ولا ايه؟ رافع بوقي. رافع بوقي. الصيدلي سيقول كلمة تاني هديها 200 جنيه. ذكر يلا يلا. هو اللي كيس يلا. الانسحاب. انت في ايه يا ابو تشيلة اللي وقت النهارده؟ محمود والله العظيم يا محمود ما هقعد لك في البيت واصور لهم وانا رايحه لامي. مخصمك وبعيد عننا مش طايقاك. تبني مش عايز ابقى معاك. ما تورينيش وشك تاني. عند ماما ولا عند حد تاني؟ ايه 3 2 1 يما. لا 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 26 في 3 ثواني ناقصين مني كانوا عدت انت. لا انت يا بنتي ايه بنت اتعلمتي مني بنت نصابه. مش هيخش. مقفول والله مقفول. انت هتحشرني ايه يا شيخ؟ حرام. لا لا والله والله العظيم انت داخله فين؟ ده يا عين البرعومه يرحمها. راح مخابه ما انا محاسباها. محاسباها؟ ده هاخد المكسب ولا تعيد 30 ثانيه؟ 30 ثانيه فين السندوتش اللي هيتعاد؟ ده عيني دخل وطلع زي ما هو. يلا يا لونا خد عقاب. ثانية بلا ثانية بلا دقيقة. السادة أعضاء القناة. السادة أعضاء القناة تحية طيبة وبعد. أما بعد ثانية بقى وتفضلوا بقولوا خلاص حطوا زيادتكم اللي مش هيجيب السبلايز بنفس اللي مكتوب. إن شاء الله ابنه هيترفد من المدرسة إن شاء الله. اللي هو ابننا يعني. المهم إن شاء الله هيوفر عليك. السادة الأعضاء بجد بتاعت القناة والله. تاني السادة العائلة الكريمة حبايبنا وإخواتنا وحبايبنا. تمام. بصوا انا دلوقتي كان باقي لقمه قد كده جد كده حلو. انا بقي كان مليان قد كده حقيقي. هل هو ليه دعوه بقي مليان ولا لا؟ لا لعيبه الكره اللي بتنزل الوجه وعامل له ليزر في عينه حد ليه دعوه؟ ما تعذرش. ما انا هعذرش ليه؟ انا لا فلوسي فلوسك مين يا اللي انت بتحبك يا حاج؟ ما تقول مش انا انا عقوبي خلاص احد العقوبه انا فلوسي. ايه بنت البجاحه دي؟ ده انت بجحه قوي والله العظيم. انتوا شايفين البجاحه صح؟ بقول لك ايه؟ بقول لك انا هاخد فلوس. يعني هاخد فلوس. انا هنقي فلوسي. مفيش يا ماما ياخدها يا ما ياخدها.
ده بتقولوا لي خدي. لا وانت بتستنى على ابعت الفيديو وحيد الله. طب انت عمال تزغل لي وعهد الله يا معلم. حقوق المرأة هاخد الفيديو واشيره للست بتاعت حقوق المرأة واقول لها بصي يا ابلة الست لما الراجل عندك اغنيه ليها مش هتلاقي. شفتي الراجل لما يحب بجد يحب الكل ما فيه. انا بحبش العب اللعبه بتاعت الحروب معاها. تيجي نعملها؟ تلبس لو حطيت لنا لايكات حلوه وكتبت لنا التعليقات نعملها. يلا يا حبيبي اختار. طب اختار عقاب. حسب الله ونعم الوكيل على فرض السيطره. هو من ساعه ما عملنا اول مره سيطره شوف ولا همشتيك مسطره مش كل. يلا كله اختار اكلك. اختار اكل ايه؟ يلا انت حقولي يا بنتي كله واختار فلوسك. بس هخليك تاكل برضه. كان ممكن اقول لك ما تاكلش بس والله لا خليك تاكل. ده انا زعمت تحليل. خليك تنفجر. خليني اعمل تحليل عشان لما يجي ياخد دم منك تعمل بوم 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 بوم. مش بوم دم ده عندي ده عشان انا عارفه ده اقصد بوم بوم في دمك يعني. لا 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 مين لسه ما حطش لايك؟ مين ما اشتركش في القناه؟ بالله عليكم بقى 300 ونكمل 66. كان زمان في قناه انا بحبها قوي يعني كانت بتبقى واقفه عند رقم 70,000 ومش عايزه يا عيني تتحرك وانا صعبان عليا جدا اقسم بالله. يعني بصوا اللي يشوف الناس يهون عليه نفسه. شوفوا مش هبص لنفسي بقى واقول مثلا انا عايزه اكبر القناه وكده. لا كنت كانت بتصعب عليا قوي قوي ان هي كل يوم ما شاء الله ستيل بتنزل وبتعمل حاجات حلوه جدا جدا انا بحبها جدا والله العظيم بجد حرفيا. لحد بقى لما كسرت رقم 70 ده تقريبا بعد سنه انا بقى اللي فرحت اول لما خدت الدرع. حسيت ان الدرع ده جالي انا اقسم بالله ما بكذب عليكم. وكنت اقعد اقول لمحمود اقول له ازاي ده هي كل يوم بتنزل وبتعمل كونتنت يعني كذا حاجه وما بتعملش حاجه واحده وشويه تعمل روتين وشويه تعمل طبخ وشويه تعمل كده. فحسيت ان عيني كانت تستاهل والله فرحت لها جدا. دلوقتي ما شاء الله الله اكبر هي 700,000 ما شاء الله الله اكبر يعني ربنا يزيدها ويعطينا مثلها يا رب. افرحي بقى عشان تكمل المليون في 300. اه والله العظيم والله بتكلم لا هي خلاص هي كده يعني انا كده مبسوطه لها طالما خدت الدرع فاهمني. لان هي عيني كانت بتقعد تقول لهم يا جماعه هو رقم 70 بقول لكم بتقف على 70 بالظبط. احنا بقى احنا نختلف عن الاخرون كل لما نيجي نكمل ال 66 يروح اليوتيوب منقصنا 300 نرجع تاني ينقصنا 100 نرجع تاني. والله مش عارفه اجيب الناس ليه تاني بلفع انا وشيف على قلبك يا حبيبي والله. كام؟ يا حسبي الله ونعم الوكيل على حرق لي دمي. لا انا عاجز احكي اقفل انا عاجز احضر ربنا 1000 جنيه اقفل اللهم لك الحمد انا مش عارفه اتنطط بتهربي داخله في الشمسيه داخله في الشمس كنت هقولها اقفل بسرعه يا رمضان التلات اسمار عيني منكم في الارض التلات اسمار واحد فك الدقين لوزة جابها له في التسعين. يلا هتستاذي ناموس ولا ايه؟ ايه انهي؟ وبكده انت ضربتني ها؟ والله ايدك وجعتني. خلص الكلام معاكم كده وقت قوي هجيب لكم ست بكره صحة صحة حلو اللوز ايدك وجعتني كانت ضربة.